السلام عليكم الاخوان المشاهدين ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعافيه. واحد البقره ما خارت حليب كترضع الاخرين، كترضع البقر كاملين سخوطه هذه. عينوا وحنا نقلبوا على شي مشكل، كنقلب كنلقاو البقره كنلقاوها ناقصه من الحليب. او كيفاش البقره ناقصه من الحليب؟ كتاكل مزيان، ما مريضه ما والو، ما خاصها حتى حاجه، ولكن ناقصه من الحليب. واحد النهار جالس كندور بحال هكايا، يتبان لي راه خدامه في واحد البقره باركه تترضع، كان عندها تبارك الله الحليب كبير، الذراع يا ربي كبير. ما حتى نجيب الدور على الكوري رجعت لقيتها سفاتها، قال لك كشكوشه في فمها، ولا نقيدها ولا نصيدها. اليوم جينا نديرو لها هادي النشبه، عندها السنان من هنا ماضي، كنفيكسيو عليها في منخرها وصافي. ملي كتقرب حدا البقر، اون فوا كتجي حدا البقره كدقها، غير كتبغي ترضع كدقها، كتقيسها الاخرى كترك لها صافي. غنديرها لها واحد المده مؤقته، ومن بعد مني تحيد من هاد العاده نفطموها. يا بسم الله. سيني عاون فوق علي. لا خليك عاد تفيكسي ليها تتشي. انت ركبتي سنين ديال الذهب. انا مبروك عليك، دوكا شربيني انا. وكيما كتشوف اخوتي هي هادي صافي، دابا ركبات. دابا اون فوا تجي تحلب تبغي ترضع من شي بقره، هذا كيدق وما زيرتهاش ليها على منخرها مزيان، لانه عارف العبار هنايا في البانس ما تزيرش مزيان باش ما تضرش منخرها. فوالا هذا المكان كيف فيه الفيلة.